السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم وصفة ديال الدجاج كتجي زوينة بواحد جوج صلصات معروفين مشهورين كنظن كاينين حتى في المغرب. جوج ديال لي صوص هما باربيكيو صوص و رانش صوص الا كتسمعوا بها رانش صوص او الباربيكيو صوص. فانا عندي هنا جوج دجاجات ما كبارش صغيورين. غادي نحتاج الملح والبزار. غادي ندير لهم الملح والبزار. خليت لهم هنايا هذا جوج جلده ديالهم ما حيدتهاش ليهم لانني غادي ندخلهم للفران ومن بعد غادي نديرهم في ديك ديال الشوايه داكشي علاش ما حيدتش ليهم الجلده باش ما يتحرقوش وما ينشف لي ما ينشفش ليا في نفس الوقت هذا الدجاج ديالي. فاول حاجه غادي نديرها غادي نحاول ندير البزار يعني بحال غادي ندير لهم العطريه ديالهم باش ما يجوش باسلين حيت هذوك لي صوص كتكون كدار فوق 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 الدجاج وهو يعني فيه الملح والبزار. كيجيو زوينين كيعطيو واحد البنه زوينه جربوها البنات متعذبو ما حتى شي حاجه وصفه ساهله وفي نفس الوقت يعني بنينه. غادي ندير شويه الملحه كنكثرش انا الملح كما كتعرفوني انا ديما تنقولها لكم ما تنكثرش الملح. صافي غادي نحيد وحده وغادي نبدا بهذه اللي غندير فيها الباربيكيو صوص. غادي ندهنها مزيان ندخلو حتى هنايا غادي نخليها واحد شويه ترتاح ندخل فيها هاد لاصوص وعاد غادي ندخلها للفران. غادي نجيب الاخرى هذه الدجاجه الاخرى ديالي غادي نجيب هاد لاصوص. ما عرفتش كيفاش غنقول لكم هاد لاصوص دايره في واحد المذاق زوين هنايا كيخدموا بها حتى كيديروها في السلطه. مي انا كنت صدقت بها واحد المره الدجاج ومن سولت ما تيقتش انهم كيديروا فيها كيديروا زعما حتى في الدجاج مذاقها ما عرفتش كيفاش نقول لكم المذاق ديالها كنقلبوا عليها وكنظن غتلقاوها راه موجوده هي مخصوصة للسلطات ولكن كيديروها حتى للدجاج خاصة الدجاج الا كنتو غتشويوه ديروا ليه هاد السلطة هاد لاصوص وخليوها يعني ترتاح فيه وعاد رجعوا شويوها. صافي انا خليها غادي نخليها في واحد يعني واحد الفترة ديك نص ساعة قليلة او اكثر الا قدرتو وعاد غادي نرجع نقول لكم غادي نخشيها زعما غادي نرجع نخشيها في الفران. واخر حاجه شفتوني انا الدجاج ديالي كيفاش قسمتها من النص باش غادي نديرها في الشوايه الفوقانيه. صافي غادي ان شاء الله ندخلهم الفران. انا غادي يعني غادي نقدم الطبق ديال الدجاج ديالي غادي نقارنو يعني اللي بغى يديرو بالدجاج اللي بغى يديرو مع الخضره اللي بغى يديرو بخضره يعني مشكله. صافي هادشي اللي كاين غادي نتلاقى بكم ان شاء الله ملي ندخلو الفران يطيب وتشوى مزيان نتلاقى بكم ان شاء الله. رجعت معكم كما كتشوفوا هانتوما كيفاش كيجي الدجاج ديالي كيجي رائع كيجي جميل جدا بنين جدا شي حاجه يعني مختلفه على الشرموله ديالنا العاديه. نوريكم غير كيفاش كيجي التحميره ديالو كيفاش كتجي هكا وهذا هكا هذا اللي فيه الباربيكيو صوص كيجي هكا كيجي طايب بطبيعة الحال طيب داخله.
صافي هذا هو الطبق ديالي. انا قدمته هنايا مع الكينوا والذره واللوبيا كما كتشوفوا معايا. المهم كل واحد كيقدم بالطريقه اللي بغا. هنايا درت الذره مع الجلبانه لعشاقها، كاين اللي كيبغي هكا كاين اللي كيبغي هكا. صافي هذا هو الطبق ديال اليوم، كنتمنى يا رب تجربوه ويعجبكم. نقول لكم السلام عليكم، في امان الله.